الصحفيه اللي نهنيوه بالفوز نتاعو باللقب الثالث تقريبا للترجي في فتره صغيره، كاس تونس، كاس العرب وبطوله افريقيا. احكي على المدرب السبكي المصري، هي نادي لما تسير يلقى روحه المدرب يلعب ضد فريق الحارس نتاعو هو ولده. نسمعوا شنو صار في البسيير نتاع الاسبيرانس في المقابله ذيك، ونحب ناخذ رايكم لراف ماجور لو تحطيتوا في الوضعيه ذي تتصرفوا كما السبكي مدرب الترجي نعم ام لا؟ نسمعوا اش قال قيس عطيه. صارت لقطه بصناعتيها صغيره في الميتون، ولد السبكي هو جارديان تاع الزمالك، دخلنا البسيير السبكي وصي في الجوارد قال لهم كي تطلعوا كي تلعبوا له راهو الجارديان هذاك يعني هو اسمه السبكي إذا طلعوا له من اللي زال اضربوا تحت ساقيه ولا فوق راسه خاطر هو صغير على ولده راهو معناها تصور يا اخي قلنا له علاش قال انا توا ترجي وفات راهو معناها شوف نقول لك حاجه راجل على سبعه تيترويات هست شفت السبكي قديش لعبنا من ماتش عمرك ما تراه على حسابه على البنك صحيح كالمو صحيح حتى في الفازات الصعيبة في الشامبيونات اللي حط ريتها الزمالك هذايا امبارح مدربها متوتر جونيور نتاع هذوكم كلهم ولاد السبكي ولاد السبكي. سمعت واش قال المدرب في الفيستير ولده حارس الزمالك قال لك يعطي فيهم في لي كونسيني ولدي من الليل ضعيف شطوله تحت ساقه شطوله فوق راسه تعملها ولا لا؟ راك قاعد تعطي في نقاط ضعف ولدك. أنا البارح قعدت خام فيها برشا، كل واحد ولده معناها نجم بتيتر نعطي نقاط ضعف الدفاع الخطة، أما كي أخلطوا ما نحبش نطيح ولدي هو المايون فيبل نتاع ليكيب الأخرى خاطر يبقى ولدي وميمتون إلي بروفيسيونيل ترجي تخلص فيه. نبدأ بيك يا مخدي تعملها لو جا ولدك 10 على 10 قال له ولدي ثماش هذايا بالحق الولاء للفريق اللي أنت تلعب الولاء فيه. للأموال لا مش الأموال هو ممرر الفريق يخسر فريق كامل خاطر ولدي هو الجول ما غادي لا يا سيدي ما يخسروش انا قلت لك يلقى الحلول للدفاع اما ما يعطيش لي بوان فيبل تاع ولده تعطيهم لي بوان فيبل وهو كان وهو يعرفني انا بوه ديجا يلزم ياخذ احتياطاته خاطر يعرفني انا ممرن الفريق الاخر اللي هو ادفيرسير تحب ولا تكره ما يقلقكش دونك انه ولدك وانه تعطي لي بوان فيبل نتاعو ناس يا ولدي مش ولدي يبدا اي انسان في العالم وقت اللي تلعب ضدي واليوم عندي مصلحه نتاع فريق وعندي انا زاد اسمي اونجو انا زاد كمدرب اسمي اونجو وقت اللي نجي باش راني ترجي نتحصل على القاب راهو لعب على سبعه القاب تحصل على سته اليوم مش من باب الصدفه موضوع اخر ولدك اللي ولدي يا ولدي نعمل معاه اللي ما يتعملش حتى كان في الماتش تعطي لي بوان فيبل اللي نجموا يخرجوا رد بالك لازمك تقرا كي تعطي لي بوان فيبل نتاع ولدك ويطلع لي درو لي منه يماركي اربع خمسه بونت ويطلع لي من غادي يماركي اربع خمسه بونت ولا ريري يماركي اربع خمسه سابونتو ينجم ولدك يهز الخساره نتاع فريق الزمالك يهز خساره يتحمل مسؤوليته ما دام لعب ضدي يتحمل مسؤوليته ونعطي لكل شيء هو علاش يلعب كونتر بو هو علاش بالحق لا كان بابا ما نلعبش ضده لا هو يسر على ولدك لا مش قلتلكش بوك الاخر نعم الاخر ما تلعبش قدامه مستحيل وتعطي سيرتيفيكا نعم يجيب يعطيه هو نقاط الضعف تعملها سندريلا ليه بيان سور صفر 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 معناها سورتو معناها نصر ومقديد عندكم ولاد راهو البو ديما يحب ولده خير منه البو ديما يحب ولده هو الرابح البو سورتو هو مدرب معناها تبارك الله شاف ما شاف ولده مازال في بدايه الكارير نتاعو نتصور دونك على الاقل على الاقل باش نقولوا هو عنده كل ولاء للترجي الرياضي التونسي ما يسالش ما نعطيش لي بوان فيبل نتاع ولدي انا نعطيهم حاجات اخرى نخليهم يلعبوا ما نعرفش بلعب يمكن باش يخليهم يربحوا ما نعطيش انا لي بوان فيبل نتاع ولدي ديما البو احساس الابوه راهو فوق كل شيء انا وشاطر كي الراي البارح قعدت ندور فيها في مخي قلت انا اونترونور وخديجه جارديان بيت نتاع ليكيب الاخرى باش نقول لهم راهي امبوسيبل معناها حاتم 10 اغزر ظاهرين شكون لا دين لا مله لا قلب لا مرار عرفت ظاهرين زين نحن مع الكفاءه معناها هو ولده ما عليه كان يحصل روحه وقتها هو يكون فخر البوه وقت يكون جول ما في عنده حتى نقطه ضعف واسكت صمت هذايا نتاع صمت هذايا نتاع العمق محمود تعملها ولا بيان سور تعطي لي بوان تعطي لي بوان معناها كان تتحسن هي وتولي باهي اخي ما بربي ديما نرجعوا كان يبدا ولدك في النهضه وعندكم انتخابات
انا بابا في النهضه ومشي صوت للنهضه ما صوت ليش ليا يدي مشي قدم بو في قدم قضيه البو قالوا معلش ما تعيطولوش على التسفير هذا جماعتين بعد ما خذيت تعويضات جماعتين تالي تاخذ دائما الواحده بتاع الارهاب قالوا بابا التسفير عيطولو نهضه باهي محمود سلاح مسبح وصبري مسبح تذكرك البوليميك خلي من سلاحك انت تعملها نعملها بياسر يوتيز بتعمل على روحك تعمل على روحك في اطار المعقول في اطار الواحد تو انت تحكي هكا جارديا باش يتحسن اذا يعرف اللي هو ابوه يعرف نقاط الضعف نتاعو ومعليه كان لونترينور بتاع ليكيب الاخرى ما يلعبلوش ولده على خاطر يعرف اللي بوه يعرف نقاط الضعف نتاعو دونك الكل انا فور انت دونك تعطي نقاط ضعف ولدك هذا زيد الكل تقريبا فما انا وميمه دونك عندك خمسه لدينا ملا انا وناصر واحده وعندك زوز بلاتو معناتها فيه اكيليبر انت بالحق تعطي زيد والله نعطي تحكي بجدك ولدي ولا شيمني فيه انا نلعب يعني جيت مدرب كره يد درب في الترجي هذه التونسي وحارس الزمالك سامي فهمي بيان سور نعطي والله نعطي وشنو نقاط الضعف؟ نقاط الضعف ما عندوش ما عندوش نقاط الضعف ما ذاك ما نعطي سبحان الله ما فماش ما فماش سبحان الله حتى نقطة حتى نقطة كامل الاوصاف كامل الاوصاف لا اله الا الله شكونك يا مقداد؟ لا انا ما منشيره توا ما يعطيش نقاط الضعف ومنشيره كامل الاوصاف كامل الوصف هو ربي يا بابا شبيك شنو هو الولاية دي يا ريت ما لا دخلني يا ريت انا كيما نقول ناصر دخلني الاخبار الموالي الاخبار الموالي نمشي ونقعدوا في الكونسي ناخذوا ارائكم التصريح لمحمود حميده عندي اوديو محمود حميده لا ما عنديش التصريح عمله محمود حميده لجريده مصريه الكترونيه قال جمله الفنان قدوه هذه مقوله خاطئه ابتدعها بعض نجوم الستينات فكيف يكون الفنان قدوة وهو يقدم دور البلطجي وتاجر المخدرات والنصاب وغيرها من الأديار وغيرها عفوا من الأدوار كفاكم من هاته الأكذوبة هذا الفنان المصري نحبه برشا أنا ما يحبش كلمة فنان محمود حميدة صحيحة ولا غلطة هل الفنان بالحق قدوة بريتو إنسان عنده موهبة في الغناء في الفن في التمثيل على روحه ولكن هذا لا يعني أنه قدوة لأنه الموهبة نتاعو حاجة وموهبة الكوارجي حاجة وموهبة المهندس حاجة كلها مواهب ولكن يقول لك مش أوبليغاتور مو قدوة ذي كذبة كذبوها النجوم في الستينات ناخذ رأيك نقيب وأنت الفنان هنا على الطاولة بغير لا تكحري محمود حميدة قالها راه وأنا أنقل الحديث شكرا توفيق الحكيم زعما لا ممثل كبير ممثل كبير ممثل ممثل كبير ممثل لا تقزم الأسماء لا لا مش تقزموا بالقدية قداش عدد قداش عدد الساعة صفر على عشرة ماهوش فاهم حتى كابسي محمود حميدة علاش الفنان هو قدوة بالعكس كيمثل دور البلطجي ويمثل دور اللي بيع في الزتلة هو قدوة لأنه يبين الأخطار والإيجابيات والسلبيات الفن راهو رسالة والفنان راهو بالحق شوف الفنان مرتبته في الفلسفة اليونانية تأتي بعد الأنبياء والرسل فنان يقول لك فنان معناتها مثال أعلى بجد صحيح. احنا قبل كنا نتفرجوا في علي بن عياد من بعيد كنا نتفرجوا في حاجة مضيئة حاجة كبيرة سالي السريتي مرة لا يرحمه قال لي عندي رونديفو مع محمد عبد الوهاب الخمسة بتاع العشية قال لي اقسم بالله كيطل قال لي الدنيا ثويت شو كلام هذا فنان تش معناتها هو الناس تتبعوا في لبسته في كلامه في فنه في منطقه في سيرته علاش احنا توا فنان كيعمل عمله مثلا اي هو تبعه في سيرته هذاك انبهار الجمهور به اما هذا لا يؤكد انه الفنان قدوه اوتوماتيكمون لانه الفنان انسان معناها علاش نجم تكون موهوب وفنان كبير وحياتك الخاصه على الحيط تصرفاتك على الحيط نجم نعطيك عشرات الامثله فنان كبير ولكن تنجمش تاخذه قدوة مثلا ربي يشفيه جورج واسوف هل هو قدوة؟ لا ولكنه فنان كبير ومطرب كبير وصوت كبير اي لكن الكمال لله جورج واسوف تنقص اشياء جورج وغير جورج لكن مساب مساب قال الرجل جواندر لوتيل الاغريابل مساب انت فنان كبير كيما نعاودوا نرجعوا للاكزامبل تاع محمد عبد الوهاب قدوة يا بابا شبيك اللي حتى اللي اعطاه جمال عبد الناصر رتبة جنرال في الجيش المصري خاطر الراجل معناتها حقيقة قدوة في سيرته في فنه في تصرفه هذا مهم سندريلا انا بالنسبة لي عطيت عشرة الكلام وموافقته 100% انا بالنسبة لي انا ما عندي حتى حد قدوة انا قدامي لا فنان ولا غير فنان فما اشخاص ليه؟ معينة هما القدوة اللي ما يغلطوش اللي بالحق تتبعهم اللي عندهم حكم اللي عندهم مبادئ مانيش نحكي على الفنانين راهو معناها فما فنانين باهين وفنانين عندهم مبادئ وعندهم رسالة وفما فنانين لا وخاصة في عصر توا الحقيقة معناها
شكون الفنان اللي انت تحكي لي على محمد عبد الوهاب؟ تحكي لي على ناس يمكن في الستينات في السبعينات، اما احنا في وقت ما فماش فنان قدوه. زيد مكي قدوه؟ لا زياد موضوع اخر، هذاك موضوع حالة خاصة، حالة شاذة يحفظ ولا يقاس عليه. حاتم خمسة هو صار نوضحه، هو القصد نتاعو قدوة أخلاقية، معناها ماهوش قدوة يحكي على القدوة، هو في النجاح معناها تنجم أنت كان تاخذ تو برشا فنانين، كل فنان عنده لي ترافير نتاعو، كان تقراو السيرة الذاتية نتاع شارلي شابلين ما عادش تتفرج في أفلامه، معناها كيفاش المرة اللي حاب لها في التران قال لها كانت تنقز من التران تحل مشاكلي ومشاكلك. معناها كل واحد عنده سي ترافير، معناها الجانب الانساني. القدوه الاخلاقيه كل واحد انا يظل يزمو يرقى الاخلاق نتاعو، ما يقعدش يفركس على حد القدوه نتاعو، اما القدوه تكون في النجاح، في طريقه النجاح، مش كان فنان. نجار باهي عنده موبيليا معترف بها وناس عليه بالصف، هذا واش حاب يقول، يقول لك إيه؟ موهبه موهبه، اما انك تاخذوا قدوه راه ماهوش قدوه، يقول لك بون بوتيت ليكزومبل اللي اعطاه الادوار انا ما نوافقوش فيها. صحيح، ما الادوار لا تعني انه يعني مثل تجر مخدرات ونجم يكون انسان ممثل فنان كبير وسوي وقدوه بالحق في الحياه. رفيق انا تستفتى من مقداد كي يقول قدوه، ما فيش حتى انسان مني. قدوه بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حبيت تمنيت وزاد يقول لي الرسول مش محمد عبد الوهاب. صحيح، محمد عبد الوهاب سيده خديجه السيده عائشه. مقداد ما تقصش عليا حمودي. دونك انا حبيت يقول، انا حبيته يقول، يقول فما كل فنان هو انسان عنده الجانب الايجابي والجانب السلبي، نحن نحاولوا نتبعوا الجانب الايجابي. انت توهك فنان عندك كان الجانب السلبي، فنان كبير زي. انا الجانب الايجابي، انا كفنان اخويا رفيق عظيم، فنان عظيم، فنان عظيم معناتها، والعظمه لله. نحاول ديما نخرج الجانب الايجابي نتاعي في الشارع عكس على ما يخرجش ما يخرجش ما تلقى ما تخرجش ما يخرجش. تحب تزيد كلمه محمود؟ كان عندك ساعات تقول راه اللي تقال كله سي بون ما عندي ما نزيد، تتعدى سافارا مش لازم تعاود لنا. كان عندك اكس اخر ينجربوك، عندك اكس اخر اني بطلت نتعدى فاصل فاصل نخرج فاصل نخرج فاصل نرجع لكم بعد لحظات للبلاتو. تسمعوا الرحمه.